مع حضرتك ان هو في اساسيات الواحد بتربى عليها، اللي متاسس كويس في حاجات كده زي الكبائر ما يعرفش يتخطاها، ما يعرفش. والالفاظ حتى لو لكن الحاجات دي بحسها حسب البيئه يعني، غير لما يبقى حد في مكان احنا اتربينا في مناطق شعبيه وكانت الالفاظ جميله كان في خير في الزمن وقتكم. دلوقتي العصر اختلف، الدنيا اختلفت جدا. يبقى هي مشكله تربيه، خلينا نتكلم بصراحة. بس أنا حاسة إن التفتح اللي حصل في الجيل الزيادة اللي إحنا فيه ده، اللي هو تفتح السوشيال بقى والحاجات اللي بقت واضحة قوي دي اللي خلت الناس خلاص بقت جريئة وبقى عادي الحاجات دي بالنسبة لها عادي. أنا أي حد بيقول كده بقول له لو سمحت، قعدت مع أولادك قد إيه؟ اجتمعت معاهم على السفرة كام مرة؟ لأن النماذج فضلتك يعني موجود منها السيء والحسن. يعني هي دلوقتي احنا بنطرح فعلا امر يكون شامل فعلا محاور كتيره، بس الفكره عندك موجود نموذج كويس وعندك موجود نموذج وحش. فهي حضرتك بتقولي دلوقتي ان النموذج الوحش ده اتربى علشان السوشيال ميديا والالفاظ اللي بيسمعها كل شويه والبيئه وي 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 والعصر مختلف وهكذا. طب ما عندك نموذج تاني تم انباته في نفس العصر بنفس الوقت بنفس الامكانيات وطلع كويس 5%. ماشي، بس موجود. بس موجود موجود. انا مع مازن حتى لو 1% موجود، يبقى نرجع بقى نقول ان التربيه هنا صح والتربيه هنا غلط. هنا الناس انشغلت عن تربيه ابنائها، وهنا الناس يعني شغلت بالها تربيه ابنائها. طيب هنا بقى سؤال، هو القران عمال يوصينا بالاب والام، يوصينا بالاب والام، يوصينا بالاب والام، مش كده ولا ايه؟ عشان خلفوني؟ لا. عشان اكلوني؟ لا. عشان لبسوني؟ لا. عشان لبسوني؟ لا لا لا. عشان غنولي؟ لا. علشان فسحوني؟ لا. عشان خلوني عضو في نادي؟ لا. امال ايه؟ ليه القران بيوصل للاب والام؟ تفتكروا ليه؟ عشان هم كانوا الطريق نقولها بالقران. نقولها بالقران، اتفضل. قال وقل رب ارحمهما عشان ايه؟ كما ربياني صغيرا. خلصت القصه. تمام. اللي كنت عايزه لحضرتك قلتها الانبات يعني. ربوش. تمام. ربنا سبحانه وتعالى مش هيشكرهم على الاكل والشرب والنوادي. صح. يعني احنا لازم نفرق ما بين مشروع التسمين ومشروع التعليم. يا الله حضرتك يعني من الاخر. تمام. انت عامل مشروع تسمين تاكل وتشرب وتعلف واللي ولاد يكبروا في النوادي وما اعرفش يتكلموا لغات ويسافروا بره ويركبوا خيل، انت حر. صح. انما انت بتربي عشان تزرع قيم وتزرع انتماء. كل اللي باعوا وطنهم ما تعرضوش لتربية حب الوطن. صح. ما عرفوش يعني ايه علم. صح. ما عرفوش يعني ايه ارض دولة. عايش عليها وتولد عليها. اوعى تستخدم لما يضر وطنك، اوعى تستخدم لما يضر بلدك، اوعى تستخدم لما يضر دينك، اوعى تستخدم لترويج فاحش، اوعى تستخدم لترويج الباطل. كن معوانا للخير مغلقا للشر. المؤمن كالنحلة ينتقل من زهرة إلى زهرة، لا يخرج إلا طيبا ولا يلقط إلا طيبا، وإذا وقف على عود لم يكسر.